اتضرب على طول للجونه تدخل، لكن تولت منه، تولت منه على طول. من جديد الكوره رايحه جايه، اشرف مجدي بيلم وبيلعبها لجابرييل، عدى مشي، هيحصل ايه؟ ركله جزاء. يا خبر ابيض، حلوه الكوره، عدى وعلى طول كابتن محمود الدسوقي بيشاور، هو على طول تدخل قوي جدا جدا. اشرف مجدي من افضل لعيبه الجونه حتى الان في ال 19 دقيقه اللي بلعبه. طب طالما في بقى ركله جزاء، حتى الان تم احتساب 30 ركله جزاء، 19 تم تسجيلهم و11 ضاعت. ادي جبريل لف كويس قوي، بص تدخل، اعتقد يعني تدخل كان صعب جدا من محمود منصور، اختل توازنه لان هو راح اصطدم كده في مواجهه الزنفالي. توقعوا معايا الزاويه، شمال ولا يمين ولا في الوسط؟ هيكمل على اليمين ولا في الشمال ولا فين؟ جوه، جول جوه، جول جول جول، حلوه، حطها جميله ملعوبه احمد بالحاج. هو محمود الزنفالي مذاكره ان هو ركلتي السابقتين كان حاططهم في اليمين، لكن المره دي بشكل جديد احمد بالحاج يحرز خامس اهدافه هذا الموسم، وارقص يا عم وانبسط طبعا بهدف جميل جدا جدا ببطن القدم على شمال الزنفولي. 1-0 يتقدم نادي الجونه بعد 21 دقيقه من احداث هذا اللقاء. هنشوف اكيد بقى الجونه هيعمل ايه، نتمنى يكمل في الهجوم، ونتمنى الداخليه بقى يبدا يفك الدفاعات بتاعته ويبدا يشاطر الهجوم ويشارك في الهجمات. هنشوف مباراه احلى واحلى، بس حلوه حلوه ملعوبه من احمد بالحاج ابن الحسيمه المغربيه، طبعا المدينه الجميله الساحليه، واضح ان هو شغال كويس في دخلوا ببعض كده. اشرف مجدي بيتحرك في كل حته، ارنو ماشي، جابرييل واحده حلوه، لمسه سبعه بتاعتنا دي، بتاعت مصر دي، مع ان جابرييل من نيجيريا بس اكيد بقى كان بيتابع الكره المصريه بتاعتنا، السبعات والثمانيات والكلام الجميل ده. ادي مساحه حلوه، صبر رحيل، لمسه والثانيه طويله على اليمين، مقابل بدماغه، جول، يا سلام على الجول، يا سلام على الجول، لسه بقول عليه، سبعات وثمانيات بتاعت مصر. وادي كمان راسيه حلوه حلوه جميله ملعوبه من على طول جابرييل، جابرييل اوكوروجو بيحطها حلوه جدا جدا على شمال الزنفالي، خد هدفين في الزاويه الشمال، يعني بصراحه حلوه اتلعبت. صبر رحيل يعني عامل عرضيه ايه، كروس جميل قوي قوي من صبر رحيل، وعلى طول اوكروجو وجابرييل، جميله هنشوفها تاني. بص الكره، ادي اللعمه، بص عليها حلوه قوي، وبص شاف فين جابرييل، بالمقاس بالمقاس، فعلا حلوه يا صبري، ادي الخبرات بيلعبها حلوه، وجابرييل يضعها على شمال الزنفالي. 2-0 لنادي